لا يوجد بي أي أرباح خيالية أو شيء من هذا القبيل. دائما أقول وأكرر لجميع الإخوة، وسوف أتكلم عن بعض نقاط مهمة عبر هذه الشركة لكي تقوم بفهمها يا أخي الكريم. نعم، صراحة هذه الشركة إذا أردت أن تقوم بوضع استراتيجية تعود عليك بأرباح، نعم بأرباح مالية يا أخي في الحياة الخاصة بك. مثلا أنت يا أخي الكريم قل لي يا أخي الكريم، مثلا أنت اشتغلت عند شركة لمدة سنة، هل سوف تعطيك $4,000؟ لن تعطيك إياها يا أخي الكريم. نعم، إذا كنت موظف، إلا إذا كنت موظف كما أقول، لن تعطيك إياها يا أخي الكريم $4,000 في سنة واحدة يا إخوتي الكرام. يمكنك تحقيق حتى $20,000 $10,000 بالعمل الذي سوف تعمله عبر هذه الشركة الممتازة في التحديد. نعم، الآن البيتكوين منخفض، هي فرصة يا أخي، اشتري البيتكوين، قم بالعمل عليه في شركة كريبتو مايننج فارم. هذه الشركة عملها هو أنك تشتري منها قوة تعدين الجيجاهاش. نعم، الجيجاهاش وتلك القوة التعدين يعني كطاقة تعطيك أرباح يومية الخاصة بك. مثلا أنت على حسب الطاقة التي اشتريتها منها تعطيك إياها. لا يوجد أي أرباح خيالية أو شيء من هذا القبيل يا أخي الكريم. على العموم سأقوم بالتحدث على بعض النقاط المهمة، ركزوا معي جيدا. طريقة العمل عبر الشركة، ما عليك الضغط على الرابط سوف تجده أسفل هذا الفيديو يا أخي الكريم. سوف تنبثق إليك واجهة عبر الشكل التالي هكذا. هنا تقوم بوضع هذه الكابتشا، نعم تقوم بإدخال هذه الكابتشا، سنقوم بإدخالها. هنا نقوم بإدخال هذه السيارة مافالين، نعم. ثم سوف تنبثق إليك واجهة عبر الشكل التالي هكذا. هنا تقوم بطريقة التسجيل يا أخي الكريم. نعم، انظر معي جيدا. هنا تقول لك الشركة سوف تستفيد من 50 جيجاهاش مجانية مدى الحياة. نعم، مدى الحياة، لا يوجد بها أي مانتونس يعني الصيانة كما يظن بعض الأخ. نعم، 90% يا أخي الكريم، لأنك دائما عليك بالصيانة، دائما عليك بتوفير الكهرباء قدر المستطاع. إذا تم انقطاع الكهرباء فمشكلة، يقدر بأن تحترق جميع كرة الشاشة يا أخي الكريم، والكثير الكثير من الأخطاء الكارثية يا أخي. نعم، معلوم. هنا طريقة تسجيل كما قلت، هنا تقوم بوضع هنا النيم الخاص بك. نعم، هنا اليوزر نيم، الاسم الذي تدخل به إلى هذه الشركة. هنا الباسورد، ثم إعادة كتابة الباسورد، ثم تقوم بوضع هنا الإيميل الخاص بك. كذلك هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك. هنا تقوم بإدخال هذه الكابتشا كما قمنا بالدخول بها، ثم ريجستر. سوف تذهب إلى هذا الإيميل الذي قمت بالتسجيل به، وسوف تجد أنه قال لك قم بتفعيل هذا الحساب يا أخي لكي نتأكد منه أنه حسابك. نعم، هذه شركة موثوقة يا أخي في التعدين السحبي للبيتكوين، راه ليس لعب يا أخي الكريم. نعم، هذه راه تدفع ملايير الدولارات يا أخي في اليوم ليكون في علمك. نعم، معلوم الحمد لله. نعم، تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك بالنقر على كليك تو كونفيرم يور اكونت أو شيء من هذا القبيل، وستقوم بالدخول مباشرة إلى الحساب الخاص بك. سأقوم بالدخول مباشرة إلى حسابي أنا لوجين، سأقوم بوضع هنا اليوزر نيم الذي قمت بالتكلم عنه، ثم الباسورد، ثم تقوم بالنقر هنا على لوجين. نعم، لاحظوا معي جيدا، ثم نقوم بالنقر هنا على لوجين ونقوم بالدخول إلى هذه الشركة. أول شيء يا إخوتي الكرام، قبل البداية في هذا الدرس إن شاء الله في طريقة العمل عبر هذه الشركة، سأقوم بالتطرق معكم إلى إثبات السحب الخاص بي. نعم، إثبات السحب الخاص بي بأكثر من $4,000، والحمد لله توصلت بالسحب لكي يطمئن بعض الإخوان، نعم، الذين يسألون عن هذه الشركة. السحب أصبح يتم في 24 ساعة، نعم في 24 ساعة، وسيصلك السحب الخاص بك. نعم، سوف تجد هنا كومبليت، سيتم في التأكيدات عبر البلوكشين إخوتي، وسوف يصلك المحفظة الخاصة بك لكي يكون في علمك. لاحظ معي جيدا، هنا لقد قمت بسحب أكثر من $4,000 إخوتي، نعم ليكون في علمكم. نعم، الحمد لله. انظروا إلى التاريخ الخاص بهذه المعاملة إخوتي، سأشبهكم كذلك في المحفظة الخاصة بي. لاحظوا معي جيدا هنا، نعم هذه المحفظة الخاصة بي، لاحظوا معي جيدا، انظروا معي جيدا، الحمد لله لقد توصلت به. السحب يتم الآن في 24 ساعة، عندما تطلب السحب يصلك في 24 ساعة يا أخي الكريم. نعم، الحمد لله. هذه الصراحة الشركة توفر لك عمل من المنزل الخاص بك إذا أردت أن تقوم بالعمل عليها يا أخي الكريم. نعم، أعلم. الآن سوف ننطلق إلى البدء في هذا المشروع الخاص بنا يا أخي الكريم. الحمد لله، صراحة هذه الشركة كما قلت توفر لك صراحة عمل جد ممتاز، نعم باستراتيجية جد ممتازة على حسب الدخل الذي تريده أنت. تريد $20 في اليوم، تريد $30 في اليوم، $50 في اليوم. الآن يا أخي الكريم، البيتكوين منخفض، لاحظ معي جيدا، البيتكوين الآن هو منخفض. بعض النقاط مهمة الإجابة التي أريد أن أوضح لك لكي تبدأ العمل عبر هذه الشركة. 15 سنة واللايف تايم يا أخي عليك الدفع لهم بهذه العملة، هذه العملة يقومون بدعمها هم، عملة اليونت إخوتي الكرام. نعم، تقوم بشراء ب 15 سنة واللايف تايم بعملة اليونت، أما 3 أشهر 6 أشهر 1 سنة أو 3 سنوات بالبيتكوين. مثلا على سبيل المثال نحن نريد استثمار مثلا سنة، نعم مثلا سنة، نريد استثمار سنة، نعم عبر الشكل التالي هكذا. مثلا هذه هي الأرباح، نعم لاحظ معي جيدا الأرباح الخاص بك، وهذه هي أخي الكريم. مثلا نحن نريد مثلا $20 أو $30، نعم $30 على سبيل المثال في اليوم، على سبيل المثال $30 في اليوم، نعم $30 في اليوم، علينا أن نشتري 33920 جيجاهاش من هذه الشركة، نعم على سبيل المثال. لاحظ معي جيدا كم ثمنها بالبيتكوين تقريبا هو هذا يا إخوتي الكرام. لاحظ طريقة، لاحظ الفرق يا أخي الكريم. نقوم بعمل هنا كوبي، نقوم بالذهاب إلى هنا، نعم لاحظ معي كم بثمنه الآن. لماذا أقول لك اشتري يا أخي الكريم البيتكوين، اشتري البيتكوين أخي وابدأ العمل الخاص بك. لديك بيتكوين، ابدأ بالعمل الخاص بك عبر هذه الشركة. ماذا تنتظر؟ نعم، ماذا تنتظر؟ رأيت لم تقوم بتطوير رأس المال الخاص بك وتقوم بالترويج له، راه لن تفعل شيء في حياتك يا أخي الكريم. ذلك المبلغ سوف يبقى ذلك المبلغ، نعم ليكون في علمك. نعم، الحمد لله. لاحظ معي جيدا هنا، عليك دفع لهم هذا، نعم هذا المبلغ يا أخي الكريم، 4281، نعم لمدة سنة كاملة يا أخي الكريم. لاحظ سوف نقوم بجلب الحاسبة الخاصة بنا لكي نتأكد كم يمكننا نقتني في مدة سنة. لاحظ معي جيدا، نعم نحن نريد $30
مثلا 30 دولار يا اخي مضروبه في 30 يوم كم سوف تعطيني؟ تعطيني 900 دولار، 900 دولار مضروبه يا اخي الكريم في 12 شهر كم سوف تعطيني؟ سوف تعطيني 10800 دولار يا اخي الكريم ناقص، نعم ناقص هذا المبلغ، نقوم بعمل ناقص لهذا المبلغ 4280 ناقص 4280 أخي الكريم، كم أرباحك الصافية في مدة سنة؟ 6520 دولار، هذه أرباحك صافية صافية بدون رأس المال يا أخي الكريم، هذه الطريقة الممتازة والرائعة عبر هذه الشركة. نعم، حتى إذا أردت أن تقتني فقط أو تقتني 1000 جيجاش أو شيء من هذا القبيل يمكنك أن تقتني، اقتني على حسب الجيب الخاص بك، مثلا لاحظ معي جيدا، هنا 1000 جيجاش تمنها فقط 0.02، هذا هو الواجب يا أخي، لماذا أقول لك استثمر في هذه النقطة المهمة في هذه الأيام؟ لأن البيتكوين منخفض، منخفض جدا يا أخي الكريم، راه عندما يكون البيتكوين منخفض أنت تجد هذا الثمن يا أخي الكريم، تجده 0.6 مثلا أن تريد اقتناء فقط هنا 6 أشهر كذلك نفس الشيء، يعني مثلا تختار هنا تريد أن يصبح لك دخل ب 30 دولار في اليوم، تقوم بعمل هنا باي عبر الشكل التالي هكذا، ثم تقوم بدفع لهم هذا الثمن من المحفظة الخاص بك هذه الشركة الممتازة والرائعة. نعم، هذه طريقة العمل عبر هذه الشركة، اشتري العقود كما تريد أنت، حتى إذا أردت أن تقتني أكثر من 20,000 عقد يمكنك أن تقوم بشراء يا أخي الكريم، لا يوجد أي مشكلة. تأتيني بعض الرسائل لإخوتي الكرام، هل يمكنني أن أشتري أكثر من عقد؟ نعم يمكنك أن تشتري عقد، مثلا اشتريت هذا العقد نفسه يمكنك أن تشتري مجددا عقد آخر بنفس الطريقة يا أخي الكريم، لا يوجد أي شيء يمنعك من ذلك، اشتري أي عقد 6 أشهر 3 أشهر سنة 15 سنة لايف تايم، اشتري قدر المستطاع الخاص بك يا أخي الكريم. نعم الحمد لله. أما طريقة الاستثمار عبر ال 15 سنة أو اللايف تايم يا أخي، يمكنك الدفع لهم يا أخي عبر 20 جيجاش إذا أردت أن تقوم بشرائها لمن يريد البدء يا أخي الكريم بخطوة خطوة. المهم من هو المغزى يا أخي الكريم من هذا العمل عبر هذه الشركة هو إعادة الاستثمار. نعم إذا أردت أن تقوم بتطوير نفسك قدر المستطاع إعادة الاستثمار، يعني الأرباح التي تقوم بتخريجها قم بشراء كذلك عقود جديدة عبر هذه الشركة. نعم هكذا ستقوم بتطوير الطاقة الخاص بك الجيجاش لكي تقوم بالتعدين، لكي تقوم بإعطائك مبلغ سوف يناسبك في الحياة اليومي الخاص بك، مثلا يمكنك أن تقتني حتى في اليوم يا أخي الكريم 100 دولار 150 دولار 200 دولار لن تحصل عليها حتى وإذا اشتغلت في ماذا سأقول لك في أوروبا فقط أنا أنزح معكم الحمد لله. الحمد لله. أما طريقة الدفع عبر عملة اليونات مثلا تريد يا أخي الكريم مثلا هنا اللايف تايم أو شيء من هذا القبيل، نعم تقوم بالدفع لهم بهذه العملة مثلا هنا انظر معي جدا، هما يعطونك 50 جيجاز زائد هذه 20 جيجاز يعني لديك 70 جيجاز يا أخي راح تعطيك أرباح يا أخي الكريم، أرباح في اليوم دائما في اليوم أرباحك سوف تأتيك. نعم الحمد لله. نعم لاحظ معي جدا هنا تقوم بدفع لهم فقط 105 من هذه العملة، يعني أنك البيتكوين الخاص بك أنت ليس لديك هذه اليونات، لديك فقط بيتكوين، تقوم الذهاب إلى أحد المنصات اليوبيت الكريبتوبيا هي التي تقوم بدعم هذه العملة، تقوم بشراء هذه العملة بالبيتكوين الخاص بك في منصة الكريبتوبيا أو اليوبيت، وتقوم وهي تلك العملة تذهب إلى المحفظة الخاص بك، سوف تجد لهم ذلك المبلغ أكثر من 105 من المحفظة من المنصة الخاص بك إلى هذه الأدرس. نعم إلى هذه الأدرس على طريقة الاستثمار الخاص بك أنت تريد ربح مدى الحياة، نعم لايف تايم مدى الحياة، ترسل لهم هذه 105 يا أخي الكريم، نعم هذا المبلغ أو أكثر من هذا المبلغ، نعم 106 لهذه الأدرس، نعم من المنصة، نعم كما أقول من المنصة يا أخي. لقى شيء إيجابي يا أخي أن تشتغل عبر هذه الشركة وأنصحكم به، اشتغل على شركة كريبتو مينينج فارم لا يوجد بها أي نصب أو شيء من هذا القبيل، شركة ذو مصداقية عالمية لديها صراحة حماية قوية للكومودو، لديها مساحة كبيرة في تايلاند لتعدين البيتكوين، اشتغل عليها قم بتطوير نفسك قدر المستطاع وإن شاء الله تقوم كذلك بمشاركتكم أفضل شركة تعدين يا إخوتي الكرام كذلك مثل هذه الشركة، يمكنك أن تقوم بتحقيق منها مبالغ كبيرة إن شاء الله. نعم لا يوجد أي بها أي إربح خيالية كذلك تلك الشركة التي سأقوم بالتحدث عليها كذلك يا إخوتي الكرام، فقط قوموا بدعمنا يا إخوتي الكرام بلايك لك هذا الفيديو سبسكرايب تعليق محفز يا أخي إخوتي الكرام، كما نحب الخير فسنحب الغرك إن شاء الله الحمد لله. صراحة ما أريده هو أن يتحرك الجميع، تحرك يا أخي الكريم، نعم كن إيجابي، ماذا تفعل في يومك؟ كن إيجابي، حاول يا أخي العمل عبر الإنترنت، ترى فرصة يا إخوتي الكرام أن تعمل عبر الإنترنت وتعمل حر، نعم حر يا أخي الكريم، لا يوجد لديك وقت يحدد لك كشركة أو شيء من هذا القبيل، أنت تعمل حر يا أخي في هذا المجال، اعمل على التحديد، اعمل على التريدينج، اعمل على جميع المجالات التي أنصحك بها.